ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم اسماعيل وفيديو جديد. النهارده هنلعب ببجي، بس ببجي موبايل، بس هنلعب على البي سي تركيبه كده مع بعض. يعني بصوا، احنا كنا عملنا لها قبل كده فيديو على الموبايل، بس المره دي بقى هنلعب على البي سي يعني وكده. يعني كذا حد كان عمال بيتكلم معايا يعني وكده، بيقول لي العب ببجي موبايل على البي سي، هات ايميليتور وظبطه وبتاع مش عارف ايه. ناس جديده. بصوا، احنا في القناه بنعمل شويه حاجات غريبه، يعني ممكن تلاقينا بنعمل تحديات، بنجرب العاب جديده. النهارده هنعمل تحديات، بما ان انا اصلا بحب الحاجات اللي هي الرش، وكنت اصلا بشتكي من ببجي عشان بتنزل وتقعد مده كبيره جدا لحد ما تلاقي حد وبتاع مش عارف ايه. فالنهارده هنعمل حاجه غريبه جدا بقى، هننزل في المكان اللي هو اكتر مكان بينزل فيه الناس، وهنحاول نجيب اكتر عدد كيلات، فتحديدا هننزل في بوشينكي. بصوا، انا جربت اللعبه على البي سي. اللعبه على البي سي على فكره عايز اقول لكم ان هي صعبه على فكره، مش زي الموبايل يعني، بس انا هي برضك بدات تعجبني الايام الاخيره ديت يعني. فانا بحاول ان انا ادرب نفسي على الايم بتاعها يعني. نزلت وبتاع وعملت كيلات، بس ما وصلتش لمساله ان انا اكسب. احتمال الايام اللي جايه يعني وكده، احتمال لو ان انا بلعبها على البي سي يعني. انا بتضرب دلوقتي. يا وحش يا نجم. فالايام اللي جايه هتلاقوني ان انا اصلا هنزلها على البي سي، لان انا بصراحه عجباني على البي سي. الجرافيك بتاعها كمان على البي سي يعني المفروض ان هو تحفه 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 يعني تحفه تحفه. ايه الكلام ده؟ انا نازل يا اخوانا، خذوا يا الامر الذي فيه تستفتيان. يا تحدياتك يا حركاتك. في حد نازل معايا؟ انا نازل لوحدي. رب، هو انا تقريبا ما حدش نزل معايا. ايه الهري ده؟ لا اله الا الله. ولا حد بس رياض. يا عم خرب بيت الهري وسنين الهري. لا اله الا الله. زميله هنا. استنى. شو انا معيش ميدنج، معيش اي حاجه. فين الاخ اللي انا قتلته هنا؟ ها؟ رب، معوش حاجه. ايه الطقم ده؟ حلو الطقم ده. ايه بقى اللي موجود هنا مع النجم ده؟ ده معوش حاجه اكيد طبعا، لان ده قاعد يضرب فيا بالبنيه وبتاع ده. طب احنا كنا عايزين نخش رش، انا اللي كنت المفروض اعمله ان انا اخش رش. لا اله الا الله. حلو طقم السبورت اللي انا معايا ده، سبورت ونولت. ما علينا. مش وقت قفشات، في ناس جديده في القناه يخرب بيت الهري. طب بالنسبه ان انا كنت داخل رش وبتاع ومش عارف ايه، اخوانا في حد هيقتلني طيب ولا اي حاجه؟ هات انرجي درينك وخلاص، اي حاجه تظبط معانا في اي حته. انا ملاحظ ان الكونكشن على الايميليتور دوت ساعات بتهيس كده، بعكس البي سي يعني. انا كده عشان ده اللي مخليني انا الايام اللي جايه هتلاقوني بلعب على البي سي اكتر يعني. انا كنت داخل اعمل تحدي يا جدعان، فين الناس؟ زميل استنى ولا انا هضرب الانرجي درينك دوت. وبعدين ايه طقم الموتوسيكلات اللي انا فيه ده؟ انا بقى عايز بقى الرش والحاجات ديت. زميل معانا عربيه ركنها هنا. فين يا اخوانا؟ انا كنت نازل بوشينكا يا جماعه عشان تعدوا نجيب اكتر عدد كيلات. فاكرين اول فيديو اصلا عملناه على ببجي اصلا كنت انا عمال اقول على اللعبه دي ايه؟ كنت انا عمال اقول عليها لعبه الشوبينج من كتر اللبس اللي كان فيها. هبحط لكم لينك الفيديو ده في الديسكربشن. اول مره كنت بلعب اللعبه اصلا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، انا شايف بس هدوم وتيشيرتات. انا جوه الدايره يا اخوانا. لا ده احنا نقعد بقى يا معلم هنا. صح اهو انا نازل ارش. هات الميديك. ارمر يا معلم، ارمر يا معلم. شوف الظروف كلها بتلعب لصالحنا. معايا ميديك، معايا بانديج، معايا بين كيلر، في اتنين من زمايلي ريحوا، كل الظروف بتلعب معايا. هو ايه طيب؟ انا كنت نازل اعمل تحدي وخلاص. ايه الهري ده؟ اهو انا هموت. اداء جميل جدا، اداء متميز جدا، اداء من عيد ب 60 نيله. هو ليه ما بيموتش؟ ايه ده؟ يخرب بيت الفلانكات والحركات. انا عمال اضرب في الواد وناسي خالص. انا خلاص قلت خلاص ما يعني هو دوت، مفيش حد تاني حوالينا. رب 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 رب. اداء جميل جدا، اداء منيل ب 60 نيله. الدروس المستفاده، انا طمعت في الكلايه، ده اللي انا اقدر اقوله في البتاع ده. قعدت مركز مع الواد تمام ان انا اخد الكلايه وبتاع مش عارف ايه، وخلاص انا افتكرت ان هم دول، وافتكرت ان انا اللي ضربته على السطوح، افتكرت ان هو خلاص مات او وقع. يسيب بقى ان ورانا دنيا بايظه يعني. راح جاي من ورانا اصلا مريحنا انا وزميلي رايح على طول يعني، ما خدش وقت. ايوه كده يا جماعه يعني، برضك حسسوني برضك ان ده تحدي يعني. عارف انت لازم ننزل ونموت، عارف انت لازم يبقى الاداء كده فيه سسبنس. يا اخوانا الكلام على ايه؟ مش ممكن على الجرافيكس. لا يا برنجي، مش عايز اجي معاكم. يا كامل خلاص مش جاي، انا نازل انتحر مع نفسي. يا كامل خلاص، تحس اللي هو ارجع يا مجنون، ارجع يا مجنون، انا نازل انا بوشينكي مع نفسي. مفيش الا انا الوحيد اللي رايح بوشينكي. طيب ايه الهري ده؟ في اربعه طيب اهو رايحين اهو. يا اخوانا حبيب قلبي ريب في المباراه جاست ان كيس. في اتنين من زمايلي ريحوا، كامل اللي كان عايز اجي معاه ريح على جنب. يا اخوانا اخد سلاح طيب ولا اعمل اي حاجه؟ اي حاجه، هات ارمر، هات شنطه. طب اخد اي بتاع دوت، انا عايز سلاح عشان اخش رش عليهم. هي الفكره ان انا هخش رش عليهم. فين الرطاط؟ سنجه مش عايز سنجه. اها
هوبا بقى يا معلم بقى، يا كيهاتك يا حركاتك. شوف بقى لما الظروف كلها تلعب مع بعضها. انا الموقف هنا المره دي في صالحي يا جماعه. طالع طالع، فانا وهمه ان انا هنزل من الباب. انا سامعه. نوب انا سامعه والله العظيم، سامعه من الصبح. عينب عينب، طب تعال خلص عليا. طيب ولا ولا نجم ياض ات. ايوه ايوه كده. ايه الهري ده؟ عملت الكلايه خلص عليا. يلا على اللوبي، يلا على اللوبي. انا جميل جدا، الاء من عيل ب60 نيله. الواد يا دوب شافني تمام تقريبا، دي هيد شوت تقريبا. انا خدت الهيد شوت ورحت مريح على طول، وانا اصلا معايا الهلمت اللي معايا اصلا بتاع دوت، قول معايا كانت ليفل 1. فانا ريحت بعدين، مفيش. كل الناس اللي قصادك المفروض ان هم بيلعبوا على البي سي، دي حاجه انا واثق منها. بس انت اوقات لو واحد زميلك مثلا كان بيلعب على التليفون ودخل معاك، فهيدخلك اللي معاه التليفون دوت قصاد ناس مع البي على البي سي، فطبعا مش فير يعني. يا جماعه انا نازل بوشينكا يا جماعه. بوشينكي في حد نازل بوشينكا؟ بوشينكا ايه؟ معانا مين؟ معانا فرح فرحان، ومعانا مون لايت، ومعانا ايه؟ ريزيكا. ايه ريزيكا ده؟ يا خلاص يا مون لايت مش جاي معاك. انا نازل بوشينكي يا بابا، جاي لك يا بوشينكي، جاي لك يا شمس. مش كده انت عارف لو التيم بتاعك ينزل كمان معاك، في حد نازل معايا حبيب قلبي. فرحان نازل معايا، فرحان انت من النهارده صديقي، انزل معايا بقى. انا متفائل بالراوند ده يا جماعه. فرحان نازل معايا وشكله حد بيحب المغامرات. انزل على المبنى ده يا معلم. بص مش ممكن على اللاندنج. هو انا طلعت بره ليه؟ خش جوه يا عم. بصوا هما بينزلوا بوشينكي، اللي بيحصل ايه؟ ان هما بيفضلوا واقفين في البيوت شويه، ده اللي انا فهمته. بيفضلوا واقفين في البيوت شويه مستنيين اي حد يعدي. اوعى تموتوا. زميله معايا، زميله معايا. هو ليه السلاح تحس ان هو ما بتضربش بيه؟ يخرب بيت الهري. فرحان ولا 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 الله يا فرحان حبيب قلبي. فرحان ريح، فرحان اهو اديله بقى. الله عليك برنس. ريب ريب ريح يا عم ريح. ايوه بالظبط كده، ممكن على الدراما. السلاح محطوط عليه تبريسور تحس ان هو ما بيضربش. ايه المنظر؟ كويس المره دي ان يعني انا هعدي فوق بوشينكي بالظبط، فكده الدنيا هتبقى ظريفه. ما اعتقدش، كل مره بقول كده بنزل اهو الطلقه وخلاص. مش جاي معاكم، انا مش جاي معاكم. نزول راسي، اداء جميل جدا. وليه ما فيش حد؟ بص انا بفضل اسال نفس السؤال ده كذا مره، ليه ما فيش حد؟ ليه ما فيش حد؟ بعد كده واحد يروح طالع ولا يوم فجاه راح هاجمين. اخوانا فين الاخوه الاعداء؟ انا في الريد زون. كوميديا بقى ان انا اموت من الريد زون، عارف انت اللي هو بعد كل دوت خلاص تموت من الريد زون. انت مش مكتوب لك ان انت بالتحدي بتاعك ده؟ هو ليه مفيش حد؟ ما بيموتش. انا هو الدايره بس ده اهم حاجه، محدش هيجي على الضرب اللي انا ضربته ده. يا اخوانا الو تكتيكال تكتيكال يعني، عارف انت انا عملت بيت حلو، بيت ديت ضربت على سن حد يجي على صوت الرصاص فاهمني ازاي، فانا اقتله. زمايلي شغالين زي الفل، واضح ان التيم اللي معايا اصلا تيم ظريف، فانا ده اللي هيخليني انا ممكن اكمل معاهم يعني، اكمل الجيم يعني. مش ده اللي متعوده على بوشينكي. فين الناس؟ واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب تقريبا، حاجه زي كده يعني. فاضل 20 واحد اصلا كده كده، منهم اربعه زمايلي، وزمايلي شغالين زي الفل يعني. انا جميل جدا، اداء متميز جدا، نزلنا بوشينجي قتلنا اتنين. حته كده كانت تاكتيكال، كانت حته بتاع دوت كبيره في نفسيها، وهنكمل في مسيرتنا لزمايلنا. اللعبه بتقطع ربنا يستر. ايميليتور ايميليتور يعني، مش هزار يعني. في واحد هنا في ورا البيت حتى جسمه باين. لا وده بيه يخرب بيت الهري وسنين الهري. الواد كان معاه بتاع زوم، كان معاه سنايبر. حد من زمايلي هيجي لي؟ ريب 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 ريب. يا اصدقاء يا اي حد يا اخوانا، حد هيجي لي، حد هيجي لي. مش ممكن على الصداقه والاصدقاء. حبيب قلبي مستنيك، عيش حياتك، خد وقتك، خد حركاتك. برنس حاطط هلمت ليفل 3 مع سنايبر، مع كل حاجه. ايه الهري ده؟ مش ممكن على الصداقه والاصدقاء. اسماعيل بيقوم يا ولاد، اداء جميل جدا، اداء متميز جدا، بياخد الاسكار بتاعه. هروح انضم لزمايلي وربنا يستر. زين ريح، لا اله الا الله. كان معانا زميل ريح. بص انا بتضرب، المشكله بقى ايه؟ ان انا بتضرب من هنا، انا ما بعرفش اللي بعديها فاهمني ازاي. فدي المشكله. ده ازاي ازاي؟ واحد عند الروت عند اخر الدايره خربت الهري. شكرا شكرا. واحد معاه كار يا معلم. ريب. بصوا انا مش هلعبها على ايميليتور تاني،
وانا كنت قايل اصلا كده كده ان انا اصلا يعني دي هو ده الفيديو الوحيد اللي انا هعمله على ايميليتور يعني، فهلعبها المره الجايه على البي سي يعني. عامه يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا فيديوهات تانية من ببجي اتاكدوا انتم من لايك وسبسكرايب عشان توصلكم الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ازاي ده؟ ايه اللي حصل ده؟ You just aced. Good job, potato. Thank you.